السلام عليكم أصدقاء المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم فيديو جديد عن أخبار تاريخ الهجرة. مثل ما بتعرفوا بالفترة الأخيرة تم إغلاق بشكل كامل طريق أدرنا من قبل البوليس أو الجندرمة التركية، ولحد اليوم الطريق هذا هو في عليه تجديد بشكل رهيب، بشكل كتير كبير. في فيديوهات نزلت على الأخبار عم بيفرجونا كيف انه في حواجز صايرة على الطريق بشكل كتير كبير، عم بيوقفوا كل سيارة وعم بيتم تفتيشها. هلا رح تشوفوا بعض الفيديوهات لطريق أدرنا وبعض الأخبار كمان لطريق أدرنا، وفي كمان منزلين فيديو الشرطة التركية، منزلين فيديو على منطقة تكرداغ. مثل ما بتعرفوا الشخص الطالع من اسطنبول باتجاه أدرنا عنده طريقين ليمرق فيهم لبين ما يوصل لأدرنا، يا اما من منطقة تشورلو يلي هي بالوسط، يا اما من المنطقة الجنوبية او من تحت على بحر مرمرة اللي هي تكرداغ. فالسيارات يا بتمرق بهذا الطريق يا بتمرق بهذا الطريق. ففي سيارة كانت عم تمشي من طريق تكرداغ وتم القبض عليها، كان فيها 28 مهاجر، وللأسف الشديد في فيديو لهي السيارة كاتبين الجندرمة التركية انه كان في اطفال رضع من بين الاشخاص، وحتى داخل السيارة في اطفال كتير صغار يعني رضع، ومع ذلك كان في اشخاص عم يدخنوا مشغلين سجاير وعم يدخنوا. فكاتبين انه لازم المهاجر قبل ما يطلع يشوف هاي الفيديوهات عشان يشوف شو عم يصير على الطريق. وكمان في بمرسين كان 31 مهاجر في مغسلة سيارات، هيك كاتبين بالخبر، مغسلة سيارات كان فيها 31 مهاجر متخبيين بدهم يطلعوا باتجاه البحر. فعلى ما يبدو عرفت الشرطة بهذا الأمر وتم إلقاء القبض عليهم بالكامل 31 مهاجر. فقبل ما نكمل، كل شخص طالع على طريق أدرنا وما معه أوراق يدير باله كتير منيح، لأن الترحيل بهذا الشهر صاير بشكل فظيع. شخص من بين أصدقائي اللي موجودين بالغرفة، كمان قرايبه كان طالع من اسطنبول انمسك جوا اسطنبول وهلا رحلوه على سوريا. فديروا بالكم أعداد يلي عم يترحلوا على سوريا بهذا الشهر ضربة رقم قياسي. الشرطة التركية حتى في فيديوهات نازلة كمان هلا رح تشوفوها على مراكز الترحيل والمراكز يلي بيتم تجميع فيها المهاجرين قبل ما يودوهم على سوريا. فديروا بالكم كتير منيح من هذا الطريق أدرنا، صاير تجديد عليه ورقابة، وكل العالم في كتير عالم عم تمسك على الطريق حتى قبل ما توصل على أدرنا. ديروا بالكم على حالكم، لسه في أخبار، بس شوفوا بعض فيديوهات طريق أدرنا وخلونا نتابع.
مو إنسانية، هاي مو حق لاجئين، مو لأن سوريين هيك بتعملوا فينا، حرام عليكم، بس إحنا سوريين، بس إلنا حق كمان. بالنصف الثاني من هذا الفيديو رح نحكي مو على الأخبار، رح نحكي عن خبر أنا عن عائلتي. إن شاء الله منقلن إن شاء الله ألف مبروك الوصول، لكن مثل ما بتعرفوا بتركيا صاير عنصرية مو طبيعية أبدا. أنا أقربائي بشكل مفاجئ طلعوا من اسطنبول وصاروا بأسينا، مو بأسينا عفوا، هن بجزيرة ميتليني، لساتهم هن بالكم. فبشكل مفاجئ طلعوا، هذا كله بسبب العنصرية يلي عم بتصير في تركيا، وبسبب التشديد يلي عم بيصير على السوريين. مثل ما بتعرفوا الأتراك عنصريين من يوم يومهم، يعني هذا الشيء مو جديد، يلي دارس التاريخ بيعرف شو سبب خروج العثمانيين. نحن ما ندخل بقصص التاريخ، لكن خروج العثمانيين من الوطن العربي، كانوا داخلين كثير وحاكمين بلدان بالوطن العربي، فطلعوا منا بسبب، هو السبب الرئيسي كان العنصرية. فاليوم عم يتجدد هذا الشيء وبيصير من أول وجديد. فأقربائي بسبب العنصرية، في كتير طبعا عالم من أقربائي عم يحاولوا يطلعوا، مو بس هدول العائلة، أولاد خالتي 3 أشخاص مع أمهم مع أزواجهم مع زوجاتهم مع أطفالهم، 9 أشخاص. أنا هدول العائلة طبعا يعني أمر صادم إلي بشكل كتير كبير إنهم يطلعوا. يعني لما قالوا لي أهلي إنه في عائلة طلعت وصارت باليونان، الله يسر لها الطريق، ذكرت لهم كتير عائلات، لكن ما حزرت إنه هاي العائلة، لأنه في كتير عالم يعني بتتوقع أنت من عائلتك إنه هدول الأشخاص مستحيل يطلعوا. ففعلا لما حكوا لي أهلي إنه هاي العائلة هي اللي طلعت، انصدمت. انا والله انصدمت، لانه كان ما في ببالهم ابدا انهم يطلعوا. ف9 اشخاص، عائلة مكونة من 9 اشخاص بالكامل، يعني هاي رحلة، يعني واحد كتير فرحان انا لهم، لاني شخص ما طلع لحاله وتغرب، طلع هو وعائلته. فانمسكوا بالبحر حسب ما حكالي، طبعا ما قدرت احكي معه مثل عادة لانه ما في انترنت منيح. فحكالي انه طلعوا بالبلم، بلم مو قارب او شيء، طلعوا من ازمير باتجاه الجزر اليونانية. ففعلا بالبحر كان القارب ماشي وما فيه شيء، مسكن الخفر اليوناني. حكالي انه لما شافن عائلات وتوصلوا له قلوا بشكل كتير كبير، فقرر الخفر اليوناني انه ما يتم ترحيلهم، وتم انقاذهم وادخالهم لجزيرة ميتليني. هذا الحكي تقريبا من 15 يوم، فهن حاليا بهي الجزيرة. فأنا مو بتابع أخبار بشكل كتير كبير، لما حكولي هالحكي قعدت على فيديوهات الخفر اليوناني فيديو فيديو، لوقت ما جبت الفيديو يلي كانت فيه هاي العائلة ويلي كان فيه البلم عم بيتم انقاذهم لسفينة الخفر اليوناني علشان يتم ادخالهم الى داخل اليونان. هلا رح تشوفوا فيديو لهي العائلة اللي حكيت لكم عليها، طبعا مو ظاهرة، لكن مثل ما بتعرفوا فيديوهات الانقاذ هي بتكون بشكل مو واضح وبسرعة، لكن هذا الفيديو كانت فيه عائلة اولاد خالتي، بنقول لهم الحمد لله على السلامة وديروا بالكم على حالكم. هذا كان فيديو اليوم، سلام. Slowly, slowly. Relax. Relax, relax. Don't worry, relax. Calm.